السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق أجمعين، أمين. أبدأ كلامي بتوجيه رسالة للأخوات والأخوة اللي انطلقوا كلهم بفم واحد، يدين واحد، مجنونة ومختلة عقليا و طبعا الكلام ده ملوش أي أساس في الصحة. واللي قال إن الناحب كانت بتتردد على المستشفيات والمصحات العقلية، يا ريت يجيب دليل واحد إن أنا فعلا كنت بتردد على المستشفيات العقلية أو أنا كنت مختلة عقلية، يجيب دليل واحد من المستشفى إن أنا دخلتها. أقسم بالله العظيم أنا ما دخلت أي مستشفى للأمراض العقلية، أنا غير مختلة عقليا. وأنا يا جماعة يلي قلتوا عليا كده، عندكم في كتابكم بيقول لغتك تظهرك، أدي لغتي وأدي كلام. بدل ما نضيع وقتنا في مهاترات ملهاش لازمة وتضيع وقتي السمين، لأن أنا وقتي سمين جدا، تعالوا نتناقش بالعقل. أنا هتكلم وهقول وانتوا ناقشوا اللي أنا بقوله، مش ناقشوا الأفكار اللي اتملت عليكم، لا اللي أنا بقوله. أنا خرجت النهاردة عشان أتكلم في الطبيعة، شوفوا الطبيعة الجميلة حوالينا، شوفوا الجمال والمنظر، كلها صنع إيد اليد الله الخالق القدير الواحد الأحد. الحقيقة أقول بس رسالة لسيادة القمص زكريا. يا حضرة القمص، طبعا لازم أحترمك، لأن اللي بيحترم اللي قدامه بيحترم نفسه، ولو إن ما فيش داعي أكمل. أنت في بداية حديثك قلت أنا مش حسيء للمدام ناهد، أنا قلت يا سلام على الجمال. بعد كده رحت هذا ودي مجنونة، دي مختلة عقليا، دي كبرت وخرفت. لعلمك أنا أصغر منك بسبع ثمان سنين، ما علينا. كبرت وخرفت، دي مجنونة، تردد على المستشفيات. إزاي قدرت تقول كده وإحنا على اتصال ببعض دائم وإنت عارف واحد كويس قوي؟ إزاي قدرت تكتب كده؟ أنا مش بقول إنت كذاب، أنا بقول الحدث قدرت تكذب، لأن كل دقيقة كذب. أقول لك في النهاية يا حضرة القمص، اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، وإلا هيحدفوا على الطوب وهيكسروا بيته على دماغه لو سمحت. أشكرك على اللي أنت قلته، لأنه كان لمصلحتي. أما الباقيين فأنت، أنا في غنى إني أناقش واحد واحد واللي قاله، لأنه كلها كلام لا يستحق المناقشة. هقول حاجة واحدة بس، اللي افتروا عليا واللي كذبوا واللي تآمروا عشان يثبتوا ان انا مجنونة، حسبي الله ونعم الوكيل وكفى. قبل ما ابتدي حديثي النهاردة ارجوكم انتبهوا للنهاردة، لازم نفرق ما بين شخصين. شخص يسوع المسيح، هذا الشخص نفرق ما بينه وبين رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام. دول شخصين مختلفين تماما، وأنا الكلام اللي بكلمه على يسوع المسيح. لن أتكلم من قريب أو بعيد عن عيسى ابن مريم رسول الله عليه السلام، يكفي ما كتب عنه في القرآن خلاص. أنا بناقش شخص يسوع المسيح، عشان لو قلت حاجة ما تاخدوهاش بحساسية، هو كده يسوع غير سيدنا عيسى. أبدأ بقى موضوعي. كان في سؤال هنا بيحيرني جدا، ليه اليهود رفضوا؟ سؤالي ليه اليهود رفضوا يسوع المسيح؟
مع ان في انجيل يوحنا الاصحاح الاول والايه رقم 11 الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ليه ما قبلهوش؟ ليه ازاي ما قبلهوش؟ قعدت ادور واحلل في الكتاب لغايه ما توصلت لثلاث نقاط مهمه جدا هاخدها بالتناوب واحده واحده. اليهود بيهتموا جدا بالانساب، لازم يشوفوا ده نسبه ايه وابن مين، وده نلاقيه واضح جدا في العهد القديم في سفر الملوك وفي سفر اخبار الايام وسفر صمويل، يتكلموا فلان ابن فلان فلان، احيانا يذكروا واسم ام فلان. نمسك بقى نسب يسوع، وده اعتقد ان هو من اهم الاسباب اللي خلتهم يرفضوا يسوع. موجود نسب يسوع في انجيل متى والاصحاح الاول في بدايه الانجيل، يقول الوحي: يهوذا ابن يعقوب ولد فارس وزاهرح من سمار. وهنا وقف. من هو يهوذا؟ يهوذا ابن يعقوب اللي هو ابو اسباط بني اسرائيل، ولد فارس وزارح من سمار. من هي سمار؟ سمار كنت زوجة ابنه. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس وهنقوله جزء جزء، هقوله باختصار شديد. تزوج عير ابن يهوذا ابن البكر من سمار ومات ولم ينجب، وحسب شريعة انه لازم اخوه اللي يليه يتجوز مراته يدخل على زوجته ويقيم منها نسل عشان يقيم اسم اخوه. تزوجها اخوه الثاني اسمه اونان. اونان هذا كان شرير، كان يفسد على الارض، ورفض ان زوجة اخوه تحمل منه، فلذلك برضه اماته الله. فاضل بقى الابن الثالث اللي اسمه شيلة. الابن ده صغير، فيهوذا قال لسمار: روحي اقعدي عند ابوكي والبسي لبس ترملك ولغايه ما شيلة يكبر وانا اجوزه لك. صبرت سمار، شيلة كبر وبقى راجل ممكن انه يتجوز وما اتجوزتوش، وما جاش يهوذا يقول لها تعالي جوزي ابني. يهوذا قال في نفسه: أعدم ولادي الثلاثة، لا مش هجوز منها. الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح رقم 38 القصة كلها. ثمار قالت، تأمرت بينها وبين نفسها، عرفت إن يهوذا حماها طالع للجزاز، وده طبعا بيبقى احتفال كبير، فراحت لبست لبس عادي وتلففت وحطت برقة وكأنها زانية، وقعدت على ناصية الطريق كأنها زانية. قالها يهوذا، قال لها: هل اسمحي لي ان اضجعك؟ طبعا. وبعد ان ضجعها قالت له: انا عايزة اجرتي. قال لها: ايه اجرتك؟ قالت له: جدي معز. قال لها: بس انا معيش. قالت له: سيب لي امانة تبقى عندي هنا. ساب لها ايه اللي عايزاه امانة؟ قالت له: الخاتم بتاعك والعصابة بتاعتك والعصا. ساب لها الثلاثة دول ومشي. بعد كده راح بعت لها مع شخص معين الطلب اللي هي كانت عايزاه، فقال له: مفيش زانية. سأل الناس قالوا له: لا مفيش زانية كانت هنا. فخلاص سكت، هيعمل ايه؟ بعد مدة من الزمن راحوا قالوا له: سمار كنتك زنت لأنها حامل. قال: هاتوها هنا. وعمل مجلس عشان يرجم سمار. فقال لها الأول: من مين زنيتي؟ قالت: صاحب الخاتم والعصابة والعصا هو اللي زنيت معاه. تحقق لمين دي؟ مسكها وتحقق فيها، لقاهم بتوعه، فقال كلمته الشهيرة: هي أبر مني. يبقى سمار ويهوذا زنا محال، ولدت توأم فارس وزارح، ومنهم
جاء نسل المسيح. دي أول زانية وزاني في نسب يسوع المسيح. نمرة 2، رحاب الزانية. يقول متى في سلسلة نسب يسوع: سلمون ولد بوعز من رحاب. الكلام ده موجود في يشوع الإصحاح الثاني. وبوعز ولد عبيد من رعوس المؤابية. هنا في دي كارثة في الاثنين دول. أولا رحاب الزانية، وهي معروفة أنها كانت زانية وكانت ساكنة على السور في أريحة وخبت الجاسوسين اللي جم يتجسسوا الأرض، وكانت المكافأة أنهم أبقوها وراحت معاهم وتزوجت وأنجبت رحاب الزانية. أدي تاني واحدة زانية. بعد كده يقول رعوس المؤابية، وبوعز ولد عبيد من رعوس المؤابية. نشوف حكم الشريعة على هذا الموقف إيه. في سفر التثنيم الإصحاح 23 والآيات من 1 إلى 3: لا يدخل مخصي بالرب أو مكبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم أحد، خدوا بالكم المقطع اللي جاي، في جماعة الرب إلى الأبد. يبقى احنا وجدنا الزواني والزناة، يهوذا اللي زنى بسمار، ووجدنا رحاب الزانية اللي ولدت، ووجدنا ابن المؤابية. كيف يقبله اليهود؟ وإحنا نعرف جيداً أن اليهود متشددين جداً بالنسبة للشريعة وبيحترموها ويقدسوها. إذا كانوا لقوا واحد بيحتطب بيلم حطب يوم السبت أقاموا عليه وقاموا عليه ورجموه. في أكتر من كده تمسك بالشريعة اليهود ده، أقول من واحد من أهم الأسباب اللي خلت اليهود يرفضوا يسوع المسيح. تاني، والكلام ده موجود في سفر التثنية الإصحاح 23 والآيات من 1 إلى 3. اتكلمنا على رحاب الزانية، واتكلمنا على سمار، واتكلمنا على الجميع اللي يشرفوا نسب يسوع. النقطة اللي هتكلم عليها بعد كده في منتهى العجب، وأرجو من جميع السادة بصوا على الآيات اللي بقولها في الكتاب المقدس، هي هتطلع دلوقتي على الشاشة وهتركزوا فيها. يقول وداود الملك ولد سليمان من التي لأوري الحس. تاني، داود الملك ولد سليمان من التي لأوري الحس. هنا علامة استفهام كبيرة جدا، إزاي متى تقول من التي لأوري الحس، وإزاي اتولد سليمان وهي لازالت لأوري الحس اللي قتل في الحرب، قتل بتكبير من داود. طبعا هيجي بعد كده ونقول القصة دي. هنا في كلمة كبيرة قوي، هل لما ولد سليمان كانت لازالت الزوجة دي اللي هي اسمها بسشبع لازالت لأوريا الحسي؟ احنا نعرف ان أوريا الحسي مات في الحرب، ويسوع وداود ضمها وبعدين تزوجها. هل سليمان ولد قبل ما يتزوجها ولا بعد ما يتزوجها؟ لو كان قبل بعد ما يتزوجها ما كانش قال للتي لأوريا الحسي، هنا معناه أنه ولد سليمان قبل ما يتزوجها.
هعيد تاني عشان دي نقطة مهمة جدا. وداود الملك ولد سليمان من التي لؤريا الحسي، مش حتى قال من التي كانت لؤريا الحسي، لا، للتي من لؤريا الحسي. سؤالي، هل سليمان ولد من بسشبع التي كانت لؤريا الحسي بعد ما داوود اتجوزها، ولا قبل ما داوود يضمها ويتجوزها؟ هنا علامة استفهام. أعتقد إن متى هنا ضرب ضربة كبيرة جدا وخطأ كبير جدا، لأنه قال للتي لؤريا الحسي. لو كان زوجة أثناء ولادة داوود، أثناء ولادة سليمان، ما كانش كتب الجملة دي. دي النقطة الأولى، نسب يسوع المسيح الغير مشرف في المرض. أنا مش بسب ولا بشتم، أنا بقول حقيقة اللي واضح من الناس. النقطة الثانية، اليهود عندهم غيرة شديدة على الناموس وعلى تطبيق الناموس، وكانت تهمتهم الأولى ليسوع إن هو نقض الناموس. نشوف مثلا في إنجيل متى، يسوع جالهم بصوب الحملان وقال لهم الآيات التالية، في إنجيل متى الإصحاح الخامس والآيات 27 ل 29، بيقول إيه؟ لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ده اللي قاله يسوع في الموعظة على الجبل في الإصحاح الخامس والآية 27 و29. هل أنت يا يسوع لم تنقض الناموس ولذلك اليهود رفضوه؟ تعالوا نشوف نقض الناموس ازاي. هتكلم بعد كده بالتفصيل، بس انا هقول دلوقتي نقاط هامه. في انجيل متى الاصحاح 18 والايه 19 يقول يسوع لمين؟ لبطرس، اعطيك مفاتيح السماوات، مفاتيح الملكوت. ازاي؟ ازاي يا يسوع اديت لبشر خطاء مفتاح الملكوت؟ هل مفتاح الملكوت ده يعطى لأي شخص وكده هبة، ولا الأعمال هي اللي توصل الإنسان للملكوت؟ لا، ده لما قال لك أنت هو المسيح ابن الله قلت له طباق يا سمعان ابن يونا، وأنا هكافئك عشان قلت دي، وعلى هذا أدعيك بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفتاح مفاتيح الملكوت. التاني مرة تانية في إنجيل متى برضو الإصحاح 19 والآية 28 يقول للتلاميذ الـ12 اللي معاه، تجلسون على 12 كرسي تدينون أسباط بني إسرائيل. طبعا ده خطأ فاضح، لأن هم أسباط بني إسرائيل اللي هيدينوا، هم اللي هيكونوا في الملكوت وهيدينوا. أنت بقى شلتهم ببساطة كده وحطيت تلاميذك صيادي السمك عشان يقعدوا على الكراسي في الملكوت ويدينوا مين؟ أسباط بني إسرائيل. في برضه خرق تاني للناموس، السبت مقدس عند جميع اليهود، ومكتوب عملا ما لا تعمل في يوم السبت. يسوع شفى أكبر حسب المكتوب في الإنجيل، معجزات الشفاء عملها يسوع يوم السبت، ولذلك فهو مرفوض من اليهود.
النقطة الثالثة والأخيرة واللي أهم من ده كله، في سفر التثنية الإصحاح 21 والآيات 22 و23 يقول الكتاب: وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقت على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. ليه؟ لأن المعلق ملعون من الله، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. كل من علق على خشبة ملعون من الله. ممكن حد يقول هنا دول الناس اللي كانوا بيقتلوا ويعلقوا على خشبة. لا، مش دي وبس. أقول الدليل، لما صلبوا يسوع الصلب المزعوم ومعاه للصين وجه قربوا من المغرب، راحوا قالوا لبيلاطس لازم يموتوا ويدفنوا النهاردة، ما نقدرش نسيبهم على الصليب. ليه؟ لأنه ملعون. واقترحوا بكسر سيقانهم عشان يموتوا ويدفنوا. لعنة الناموس، ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس. دي موجودة في تثنية 27 والآية رقم 26، ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس. بعد كده نلاقي العظيم بولس الرسول مؤسس المسيحية يدين المسيح لأنه ملعون في رسالته إلى غلاطيا الإصحاح 3 والآية 13. يقول إيه في رسالته إلى غلاطيا؟ المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. دي الأسباب اللي خلت اليهود يرفضوا المسيح، اللي خلتني أنا أيضا أرفض هذا الشخص. المسيح ملعون بشهادة الكتاب. أنا لا أسب ولا أشتم ولا أقول كلام من عندي. بولس الرسول قال صار ملعون لأنه علق على خشبة، والناموس بيقول ملعون كل من علق على خشبة، ويقول ملعون من لا يتبع كلمات هذا الناموس. إيه رأيكم؟ يا ترى أنا أخطأت؟ أنا نفسي حد يرد يقول لي أنا أخطأت، أنا ما جبتش كلمة واحدة من عندي، كل الكلام ده مسجل في الكتاب المقدس اللي قريته. بالمناسبة أحب برضو أضيف، أنا لغاية سنة 2012 كنت في أمريكا، آخر مرة كنت في أمريكا سنة 2012 عشان أقدم حلقات مع قناة الفادي اللي تبع اللي حضرت القمص زكريا بطرس وقناة الرجاء. يعني لغاية أنا 2012 وأنا مشغولة ومشدودة وبسافر من هنا ومن هنا. في آخر رحلة وأنا راجعة زي ما قلت قبل كده جاتني أزمة قلبية في الطيارة، وخدوني من الطيارة على حجرة الإنعاش، وكانت حاجة مؤلمة جدا، والطبيب نصحني إن أنا أبتعد عن كل الإنفعالات وأهدى وأقعد في البيت. ما أقدرش أقعد ساكتة، مسكت الكتاب المقدس ودرسته من 2012 لغاية 2020، 8 سنوات. طبعا ما ابتديتش 2012 من أولها، بعد ما وصلت لبلدي هولندا درست الكتاب المقدس 8 سنوات، عهد قديم وجديد، وطلعت منه بنتيجة واحدة، أن يسوع لا يمكن يكون إله ولا رب، ما هو إلا الشيطان، وده اللي حسبته في حلقة قريبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.